النهارده بنتضامن مع الالتراس تنديدا بما يحدث من كل انتهاكات الحقوق الادميه اللي بينتهكها المجلس العسكري في حين انه بيساعد في تشويج الثوره والصوار. بناكد ان زميلنا عبد الرحمن مات شهيد على ايد المجلس العسكري. بناكد ان المجلس العسكري اليه ملطخه بدماء كثير من الشهداء بنقول ان مطالبنا واضحه، اسقاط حكم العسكر حتى ولو ادونا مهله. احنا في غنى عن كل يوم تقديم شهيد جديد او تقديم مصاب جديد. اللي بنقول ان الناس مش ناسيه القضيه، مش ناسيين لجنه تقصي الحقائق. احنا بنطالب بلجنه تقصي حقائق تتقصى الحقائق على لجنه تقصي الحقائق الاولى اللي لسه لحد النهارده ما اثبتتش اي حاجه، ومن شهداء ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء واخيرا بورسعيد. بنقول امتى بقى هنحس ان احنا عملنا ثوره؟ ما فيش ثوره في الدنيا بيموت اسوار بيعملوها، هم اللي بيموتوا، هم اللي بيتحبسوا في ظل وجود مجلس بيدافع عن سياسات المخلوق. هل المسيره متجهه لوزاره الدفاع؟ لا، المسيره داخل الجامعه فقط، هتلف في ارجاء الجامعه. انا اتضامن دلوقتي مع طلاب تجارة انجليش، مش هتروح. انا اسمي عبد الرحمن اسامه، كليه تجاره. انا شاركت في المسيره عشان نجيب حق عبد الرحمن وحق كل الناس اللي ماتت، ايا كان بقى في محمد محمود، في بورسعيد، ساعه الاسقاط. عايزين نجيب حق الناس دي ويسقط حكم العسكر. هل المسيره هتتجه لوزاره الدفاع؟ لا، المسيره هتبقى جوه الجامعه ان شاء الله. فاروق شارك النهارده في مسيره عفو عبد الرحمن فتحي عشان النهارده حقه ما رجعش لحد دلوقتي. احنا عدى شهرين على احداث بورسعيد، حقه لحد دلوقتي ما رجعش ولا اي واحد فيهم. واحنا بنطالب المجلس العسكري بالرحيل، احنا كده كفايه، احنا خلاص تعبنا. مفيش اي حق بيرجع من ايام الثوره، الشهداء من ايام الثوره مفيش ولا واحد فيهم لحد دلوقتي حقه رجع. بنقول يسقط مجلس العسكري. Oh, yeah.